ما زال الكثير من الأحداث غير معروف للجميع. الكثير من البطولات ماتت مع أبطالها. المئات من الروايات اختفت في أدراج التاريخ وعليها تراب الماضي. أجنحة كان في نوفمبر 69 كان عادي ضرب سكرامبل لينا، كنا طوارئ وضرب سكرامبل وطلعنا توجهنا على سكشن خلاص عادي، كان اخترق القناة وابتدينا ناخد تعليمات التوجيه. انا شفت الطيارات وابتدينا ناخد وضع او اللي بيسموه الكي بوزيشن علشان هنخش الاشتباك. رمينا طبعا الخزانات الاحتياطية وابتدينا نجهز عشان هنخش الاشتباك. والحقيقة انا ببقى مطمن جدا زي ما قلت ان نبيل عباس ده الفورميتور بتاعي، ده يعني لما تبقى هو معاك نمرة اثنين او الاسكورت بتاعك ما تفكرش انك تبص ورا، هو اللي قدام بس. ابتدينا نخش الاشتباك، انا شايف الطيارات قدامي وابتدينا نخش عليها. انا كل تركيزي قدام، ورغم ان احنا عارفين ان قبل الفيز الاخراني قبل ما احط ايدي على التريجر ابص ورايا بص. اللي حصل اني وانا في الكي بوزيشن مع الطياره اللي قدامي فوجئت بان في بافز قدامي على طول. بافز دي اللي هي الطلقات البيضة بتاعت المدافع. فرد فعل طبيعي، رحت باصص ورا اشوف يعني البافز جه منين. فوجئت بان في ورايا طياره معاديه ميراج، والطيار فيها مسافته لا تزيد عن 100 150 متر ماكسيمم، وشفت الكراش هيلمت بتاعه شايفه بشكله وهو كده. بس ده ما خضنيش لان انا ما شفتش بطنية طيارته، وكما معلوم يعني الطيارين المقاتلات والخبراء ان انا طول ما انا مش شايف بطنية طيارته انا مش مش في وضع خطر. هو مجرد ان هو يجي واشوف بطنية طيارته بس يبقى كل طلقاته اللي هي قدام انا بطلع لمها. وهو في الوضع ده كده طلقاته اللي بتتضرب انا بطلع، يا بتيجي ورايا يا اللي هو زياده بتيجي اوفر شوت عندي. اللي حصل هو خد طلقاته اوفر شوت، فانا شفت فوجئت طبعا لان هو في طياره خلفي وبيضرب عليا النار. حقيقه بتصرف يعني هو ان كون المسافه ضيقه جدا وقريبه جدا ده سهل لي ان انا اقدر اخدعه او اعمل معاه اي مناوره انطره قدامي، وفعلا عملت معاه الهاي جي رول. الهاي جي رول ده عباره عن انك انت بتخش بتشد على الماكسيمم طياره السبيد اللي عليها، بتشد على الماكسيمم باك مع رادار توب رادار، فالطياره بتطلع كده وبتبتدي بتلف. كل ده مع الجيل عاليه جدا بتطلع الطياره ممكن من سرعه 900,000 انت بتناور بيها وتخرج منها سرعتك 100 زيرو حسب الشده اللي انت شددها. وده اللي كان فعلا ان انا خرجت من المناوره دهيت سرعتي تكاد تقترب من الزيرو، فبالتالي هو على المسافه الصغيره دي ما يلحقش يتصرف، يعني ما عندوش فرصه ان هو يعمل ترن هنا ولا ترن هنا. هو فوجئ ان اللي قدامه ده كسكس لورا فجاه وهو داخل بسرعته، فغصب عنه لازم يتنطر قدامه. هي الحركه بتكمل، الهاي جي رول دي بتكمل كده وبتخلص في التوب، بترجع بتيجي كده. انا هنا هو بقى هو اللي قدامي وانا بقيت وراه هنا هو، بروح عادل نفسي وفتح الثروتل تاني وداخل معاه، خلاص بقيت انا اللي خلفه. وده اللي كانت في ايده وراحت منه. الطيار دوت اعتقد كان اسمه لافون، لان كان الاستطلاع اللاسلكي عندنا، انا عرفت بعد كده ان الاستطلاع اللاسلكي جاب الطياره دي، لانه لما انضرب كنا عند ابو صوير
فالفتره دي اللي اتضرب فيها حب يكمل. يعني هم كان في الاتصال بقيادته بتتصل بيه على اساس انه ضرب ينط، هو ما حبش ينط عندنا عشان ما تاثرش، فحب يكمل انه هينط بعد القناه. فاللي حصل انه الطياره انفجرت وما لحقش لا يعدي القناه ولا يروح ولا يجي. ورجعت انا طبعا انا ونبيل عباس رجعنا ونزلنا. ودي برضو من الحاجات اللي هي يعني مش كل طياره خلف طيارتك معناها ان تو بي كيلد او شوت داون، لا، طالما انك انت عارف الكي بوزيشن اللي هو هياخده عشان يضربك وما بتديهولوش هيفضل وراك 100 سنه مش هيعرف يعمل حاجه. وتستمر المعارك في القواعد الجوية كافة، تستمر قائمة الشهداء في الاتساع، ففي كل يوم يضاف اسم شهيد إلى سجل الشهداء ويمحى اسمه من لوحة العمليات. كل يوم تقلع الطائرات وتشتبك ويتساقط الإسرائيليون أيضا بكثرة، لكن التوقف عن القتال كان مستحيلا. ووصلت الرسالة إلى إسرائيل عدة مرات وبعدة طرق، فالطيار المصري ما زال حياً.